السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده نبدأ نتعرف على إيه الفرق بين الطريقتين اللي اسمهم كامل كيس والباسكال كيس. الكامل كيس والباسكال كيس هم أولا هما طريقتين لكتابة المتغيرات، طريقة عشان نكتب أسماء المتغيرات. أول طريقة اسمها الكامل كيس، هنبدأ نتعرف عليها في بالطريقة دي هنا كده واحدة واحدة. بنكتبها إزاي؟ بالتحديد يعني الطريقة دي بنستخدمها بغالبية عظمى في الجافا سكريبت ولغة البايثون وغيرها، بس حاليا نعرفها بتكتب ازاي في يعني هي طريقة كتابتها واحدة هنعرفها في الجافا سكريبت. نيجي نكتب مثلا فاريبل مثلا فار، والكامل كيس بتتكتب ازاي؟ لو مثلا عندنا كلمة اسمها فيرستني، فيرستني كده بالظبط كده، دي كده مش كامل كيس. هكتبها ازاي بالكامل كيس؟ قال لو عندك كلمة مكونة من مقطعين، أول حرف من أول كلمة بيكون اسمه، وباقي الحروف من باقي الكلمات اللي جاية. يعني مثلا الكلمة دي مكونة من إيه؟ مكونة من first وكلمة name. أول كلمة بتكون أول حرف فيها small، تمام. طيب لو تاني كلمة بقى، قال لي أول حرف بيكون capital زي أسنان الجمل كده لما شفناها، زي دي كده بالظبط. يعني انا واخد كلمة ايبود، دي كلمة مكونة من مقطعين، اول حرف بيكون سمول، واول اول حرف من اول كلمة بيكون سمول اللي هو الاي، وتاني حرف يعني اول حرف من تاني كلمة اللي هي البود دي، اول حرف لازم يكون كابيتال زي كده بالظبط، اسنان الجمل كده بالظبط، عشان كده سموها كامل كيس. تمام، يعني ادي الكلمة مكونة من مقطعين، اول حرف بيكون اول كلمة بيكون سمول، واول حرف من باقي الكلمات اللي جايه بعديها بيكون كابتن. تمام، طيب في ايه تاني؟ قال لي بتتكرر في الفانكشن في الجافا سكريبت اللي هي زي مثلا لو قلت لك دوكيمنت دوت جيت، اللي هي جيت اليمنت باي اي دي، هي جيت اليمنت باي اي دي. لاحظ كده ان جيت اليمنت باي اي دي متكونه من 4 كلمات، اول كلمه اللي هي الجيت، فقال لي اول حرف من اول كلمه بيكون سمول. طب تاني كلمة اللي هي الاليمنت، أو بعد كده الكلمات اللي جاية أول حرف منها يكون كابيتال، اللي هي الاليمنت تبقى حرف كابيتال، الباي تبقى تبدأ بحرف كابيتال، الاي دي تبدأ بالاي كابيتال. لو شفنا تانيين مثلا فانكشن تانية أهي، مثلا جيت ايفنت ليستنر، اد ايفنت ليستنر قصدي، اللي هي أول كلمة اللي هي الاد بيبقى أول حرف إيه؟ سمول، بعد كده الكلمات اللي جاية كلها أول حرف من كل مقطع بيبقى كابيتال، اللي هي الايفنت والكلمة اللي رسمت دي ال بتبقى كابيتال. عندك مثلا فانكشن تانية زي مثلا ال get مثلا element by tag name أو by name، أدي أهو ال get أول حرف بيبقى سمول، بعد كده أول حرف من باقي المقاطع اللي بعديها بيكون كابيتال، فالطريقة دي اسمها كامل كيس. تمام جدا. طيب الطريقة التانية بقى اللي اسمها الباسكال كيس، قال لي ليها كذا طريقة. أول حاجة إن أنت مثلا لو معرف var مثلا الفيرست نيم، بتعرفها ان اول حرف من اي كلام بقى، يعني الكلمه فيرست نيم مكونه من كام مقطع؟ من 2، اول حرف من كل كلمه بيبقى كابيتال، يعني الفيرست نيم دي كده اول حرف بيبقى كابيتال، وتاني حرف بيبقى كابيتال اللي هو اول حرف من كل كلمه بيبقى كابيتال، بيسموها برضو اللي هي الابر كامل كيس، عشان انت يعني بتخلي الكلمات بتاع كامل كيس بتخليها كابيتال، يعني زي ما قلنا كده بالظبط، الفيرست نيم اول حرف من كل كلمه بيبقى كابيتال. عندك مثلا زي جيت اليمنت باي اي دي، لو قلنا مثلا ده هيبقى اسم متغير، فانت تعمل جيت واليمنت وباي اي دي، فبقى الفرق بينها ان انت بتخلي اول حرف من كل الكلمات بيبقى كابيتال. الكامل كيس اول حرف من باقي الكلمات ما عدا اول كلمه. طب لا الطريقه دي بيسموا برضو الطريقه اللي هي مثلا انت عايز تعمل فيرست اندر سكور نيم اللي هي اندر سكور مثلا، دي برضو بيسموها الكامل كيس، قصدي باسكال كيس، يعني الطريقه دي اسمها باسكال كيس، سواء مثلا اندر سكور او تعمل اول حرف من كل كلمه كابيتال، دي برضو بيسموها الباسكال كيس. يبقى الفرق بين الكامل كيس والباسكال كيس، لو لاحظت كده ادي الكامل كيس اول حرف من اول كلمه بيكون ايه؟ بيكون سمول، طب هنا بيكون كابيتال. زائد ان انت ممكن تضيف ان الفيرست نيم اللي هي حركه الاندر سكور دي برضو بيسموها الباسكال كيس. يبقى ده الفرق بين طريقه كتابه الكامل كيس والباسكال كيس. اتمنى يكون الفيديو واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.